اليمن يمثل هذا البلد الحدودي مع السعودية إحدى أبرز الجبهات العسكرية في الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، فعدد الغارات دون طيار التي تشنها القوات الأمريكية تضاعف 3 مرات بين عامي 2011 و2012 حسب ما أفاد به مركز أبحاث أمريكية. غارات وإن كانت ترمي إلى الحد من قوة التنظيمات الإرهابية وفق ما تقوله واشنطن، إلا أن تكلفتها البشرية قد تكون باهظة. هكذا كان الأمر بالنسبة لأحمد الصبولي. عندما نظرت عيني هكذا والله أراهم قد أحرقوا ما عدا العظام، حرقوا حتى أنهم صاروا كالفحم. عند على ما أمي باضعت أختي الغارة التي شنت في أيلول سبتمبر الماضي على مدينة ردع الواقعة جنوبي شرق العاصمة صنعاء أودت بحياة 13 شخصا من بينهم عائلة أحمد. وقال بعض الناجين لبي بي سي إنهم رأوا طائرة دون طيار وأخرتين حربيتين في سماء المدينة لساعات طويلة قبل أن يقع الحادث. جميعا مروحين الطحين، الحاجات لأطفالهم، الدايزل لمخايلهم، بدون أي يكون عندهم أي حاجة. الهدف ربما كان القضاء على زعيم لتنظيم القاعدة يسافر على الطريق نفسه الذي كانت تسلكه عائلة أحمد، إلا أن الولايات المتحدة لم تتبنى مسؤولية الغارة، فيما قررت السلطات اليمنية دفع نحو 75 ألف دولار للعائلات تعويضاً لأرواح الذين قضوا جراءها. وبالنسبة لبعض الناشطين السياسيين، الحرب ضد الإرهاب تبدو اليوم كسيف ذي حدين. إن الأمريكيين يظنون بأنهم على دراية جيدة بالوضع اليمني. الواقع أن إحدى الأهداف الأساسية لتنظيم القاعدة اليوم هو إقناع اليمنيين بأنهم يخوضون حربا ضد الولايات المتحدة، وأن واشنطن تنتهك سيادة اليمن، وأن الحكومة الحالية غير شرعية. غير أن لوزير الخارجية رأيا مختلفا. نعم، هذه الحجة موجودة وهي تتضمن شيئا من الحقيقة، إلا أنه لابد من محاربة الإرهابيين الذين يعرضون أمن البلاد للخطر، ليس من حل بديل لذلك. وأشار وزير الخارجية إلى أن مقتل المدنيين ليس إلا أثراً جانبياً مؤسفاً ينتج عن الحرب على الإرهاب. أحمد من جهته يعلم بأن طريق العدالة قد يكون مكلفاً ودون نهاية.